انتشار الفكر الإلحادي ده ليس ظاهرة، ولكن بدأ هذا الفكر يتسرب إلى بعض الشباب، لاسيما الشباب الذين امتازوا بتوثب العقل، عقولهم وثابة، فعقولهم أكبر من إمكانياتهم العلمية، فبالتالي يظنون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. عن طريق النت يبدأوا أنهم يتصفحهم، فبيقعوا بقدر الله عز وجل على صفحات إباحية أو صفحات إلحادية، فيحدث لهم هذا التأثر بالأفكار الإلحادية. لو كل واحد من هؤلاء جلست معه ساعتين أو ثلاث ساعات، وهذا جرب من قبل، المشكلة أنه يحتاج إلى إعادة الصياغة من جديد، لأنه هو رافض كل حاجة وشكك في كل حاجة، رافض كل شيء وشكك في كل شيء، فتبدأ له في التوحيد ويشك في الله، تبدأ له في الأخلاق ورافض الأخلاق، تبدأ له في القلب هو مش متفق معك إن القلب ده له خطورة وله أهمية. إذا المنطلقات في حد ذاتها ليست أو ليس عليها اتفاق، فهذا الشخص الحل معه أن ندعو له الله إن ربنا يهديه، وبمرور الأيام بإذن الله تبارك وتعالى يكون هناك الخير، إلا لو اجتهده في البحث، يعني هو بدأ يبحث ويجتهد لعل الله تعالى أن يهديه إن شاء الله. يبقى يكتبها إن شاء الله، خلاص يكتبها.